نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن نصر عباس. نورنا كابتن، مبروك للنادي الاهلي. تحياتي ليك الاول في البدايه كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي ابو رحمان، كابتن احمد بلال. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لطلائع الجيش يا كابتن ايمن. نور يا كابتن. ربنا يخليك كابتن شريف. البدايه كابتن ايمن نروح لطاقم التحكيم حماده القلاوي، واحنا قلنا قبل الحلقه وقلنا الحكم عنده مقومات الحكم الجيد. هنا سامحني بس هنقف شويه، سامحني هنقف عند طاقم التحكيم. الحكم حماده القلاوي حكم الميدان، عندنا هاني عبد الفتاح حكم متميز قوي، حكم مساعد دولي. نور سعيد الحكم المساعد النهارده الثاني قدم مباراه جيده جدا، وعندنا مبروك نبيل كان حكم رابع، وكان على الفار عمرو الشناوي كان عمل حاله كويسه قوي قوي، وهاني خيري. هرجع بس للحكم وهنقف بس كابتن ايمن. هنا بنتكلم على الحكم ومواصفات الحكم، مش بس بنتكلم على الحالات الفنيه، وده مهم جدا جدا لكل حكامنا في قناه الاهلي. احنا بنجيب الحالات اللي هي الايجابيه دايما، وبنشوف الحكم هنا استغل عناصر في المباراه غير القرارات الفنيه وغير العقوبات الانضباطيه، جايب حاله ل نموذج للحكام ازاي الحكم يتحرك، وازاي النهارده يبقى عنده قراءه وتوقع للعب. نروح للحاله الاولى، ودي بتديني عنوان نشوف الحكم، بس انا عاوزك تركز على الحكم هنا في حاله من الحالات. هرجع تاني هنا ونشوف، بس هرجع تاني بالحاله دي مهمه جدا. هنا هرجع تاني، معلش سامحني، لان دي حاله تعليميه. ستوب ستوب. هنا كابتن هنا عنده قراءه ازاي؟ هنا اللاعب المهاجم هنا بيستخلص، هو هنا الحكم عنده قراءه. خلي بالك ليه؟ ليه؟ لان انا النهارده لو ما عملتش السبرنت دوت ورحت انا هنا اتوقع ان في ممكن تيجي مخالفه من المهاجم او من المدافع، وبالتالي انا بستخدم عنصر السرعه اللي هي متفجره، اللي هي اقصى حاجه عنده. مظبوط. شوف السرعه عامله ازاي. دي تديني قراءه ان الحكم النهارده بهذا المجهود وبهذه السرعه مهتم بالمباراه. هي دي الحكام، الحكم اللي عنده سرعه وقراءه. نشوف هنا وصل، طبعا هنا مدافع النادي الاهلي استخلص ورجع، ونشوف هنا بقى هو بيرجع كمان، يعني واخد بالظبط 60 او 50 متر سبرنت رايح، نرجع تاني هنا بنفس القدره. دي حاله تعليميه لحكامنا، يا ريت نشوف الكلام ده، مهم جدا بعيد عن المخالفات بقى واحتساب المخالفات. دي بنقول عليها كابتن دي استغلال عنصر جيد للياقه البدنيه من تحمل عام، تحمل سرعه، السرعه القصوى عند اللزوم في الكونتر اتاك في الهجوم المعاكس. الحالة الثانية عند نور سعيد، هنا بنشوف هنا تعاون بالقرار. هنا في مخالفة، وبالتالي هنا التعاون كان موجود ما بين نور سعيد الحكم المساعد رقم 2 اللي النهارده عمل الحقيقة طبعا عمل مباراة جيدة جدا جدا، واحتسب المخالفة وأشار بتكنيك راية عالية قوي 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 على اللاعب اللي ارتكب المخالفة. دي تاني حاجة إيجابية بالنسبة للحكم نور سعيد. نشوف هنا الحالة دي مهمة قوي، هل في تسلل ولا مفيش تسلل؟ نشوف هنا شبير هنا بصراحه تألق غير عادي، البعض قد يعتقد ان اللاعب ده كان في موقف تسلل. ونشوف هنا نور سعيد الحكم المساعد، نشوف هنا عمل ايه، نشوف هنا عمل ايه، هنا اشار باستمرار اللعب، الكره راحت للاعب طلائع سدد، صفا شبير صد رجعت تاني للاعب، وبالتالي هنا من بدايتها ما كانش فيه اي تسلل. وهنا طبعا بنحيي طبعا مصطفى شبير على هذه اللقطه المهمه طبعا. اللي عنده توقع عالي قوي 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 ورد فعل عالي قوي في اللعبه دي. يمكن لا، وده كان على الارض والمسافه قليله كمان، ماليش ان انا اتكلم فني، ولكن اللعبه بتحكم نفسها معانا، احنا لازم نشيد بيه في هذه اللقطه المهمه اللي هو في وقت صد لعبتين مهمين جدا. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف هنا الهدف اللي جه، وطبعا هدف طبعا جايبه هدف سليم 100%، ولكن هنا بنشوف هنا المدافع هنا طلائع هنا جاي من تحت متغطي، وبالتالي هنا هدف السوليه هدف صحيح. لاحظ التسديد هنا، نشوف موقف لاعب النادي الاهلي موقف سليم، وهنا لاعب الطلائع جاي من تحت مغطي تسلل، وبالتالي هنا الهدف الاول هدف صحيح للسوليه. شوف هنا كمان تمركز لنور سعيد، تمركز رائع جدا جدا، اشار باستمرار اللعب، وهنا بالتالي هنا اللاعب هنا رقم 8 مع الحارس مغطي اخر ثاني مدافع. الحاله اللي بعد كده شوف ان دايما نلاقي هنا حكم بسم الله ما شاء الله اللياقه البدنيه مساعداه متواجد في الحدث، ما عندوش اي مشكله. ونشوف هنا ايضا الهدف اللي الثاني اللي جه من عند نور سعيد، ونشوف لحظه استلام وسام ابو علي هنا استلم تحت ضغط،
استلم صحيح، مفيش تسلل، جايب الاهداف دي احنا بنراجعها دايما كابتن ايمن عشان يبقى بنقول ان الاهداف جايه صحيحه. شوف تاني الهدف هنا، باص معمول هنا، وسام علي خد الكره وسابها، خد المدافع في ظهره وحط الكره هدف. الهدف الثاني ليه وسام علي، هدف طبعا هدف سليم، مفيش فيه اي شبهه اي مخالفه. نروح تاني للحاله اللي بعد كده ونشوف هل هنا في اي مخالفه تسبق الهدف. وهنا هنقف شويه بقى ونتكلم في الماده 12 اللي هي مخالفات لمس الكره بالايد. بنقول يا كابتن هنا من خلال قناه الاهلي دايما بنشرح ان هدف اسامة ابو علي البعض يسال هو الفار جاب الحكم ليه ولغى الهدف ليه؟ هنلاحظ هنا ان هنا القانون بيقول ايه؟ ان لا يجب ابدا على اللاعب ان هو يسجل هدف في مرمى المنافس مباشره من لمس الكره، سواء كان لمس متعمد او غير متعمد او غير متعمد. تمام، يعني طالما انت بتلعبها مباشره اي لمس ليك في الكره هنا لابد انك انت تلغي. هنا القلاوي طبعا اشار باستمرار اللاعب واحتسب المخالفه، يعتسب بهدف. وهنا بنشوف هنا الوضع اليد مش دي اللي جايه بقى، اللقطه اللي بعديها هتلاقي هنا الكره هتقف هنا، بس السنده ديت هنا في لمسه الكره بالايد، وبالتالي طبقا لماده 12 هنا تم استدعاء الحكم الفار صحيح، رجع ما خدش ثواني ورجع لغى الهدف، وده المطلوب بالنسبه لتقنيه الفار. حتى هو تلاقيه هادي النهارده، الحكم هادي جدا يا كابتن. النادي الاهلي النهارده بيتلغي له هدف، بس عاوز اشوف سلوك اللعيبه يا كابتن. ما حدش جري على الحكم ولا قال له انا هشوف الفار او قال له راجع او هنا سلوك متميز قوي، تعاون جيد جدا بين اللاعبين داخل ميدان اللعب مع الحكم هنا النهارده، ادوا ايضا الى نجاح المباراه. نشوف الحاله اللي بعد كده كلها حاجات ايجابيه، وهنا بنشوف لا تردد ابدا ابدا. النهارده بحييك بجد محمود القلاوي، حماده القلاوي عمل مباراه رائعه النهارده كابتن. مباراه مش صعبه قوي، ولكن عاوز اقول ايضا هو قراراته وتميزه وقراءته واهتمامه هنا في بطاقه صفراء نتيجه التهور هنا من لاعب طلائع الجيش 24، ونشوف هنا البطاقه صحيحه والقرار صحيح من حكم مباراه نتيجه التهور، انذار مستحق من الحكم في هذه الحاله. الحاله اللي جايه شوف هنا استلام، هل هنا اللاعب هنا كان في موقف تسلل؟ هنا نور سعيد اشار باستمرار اللعب، وحاله من الحالات المهمه تانية هنشوفها، معلش سامحني نرجع ليها بعد اذنك. هنشوف لحظه التمرير هل هناك في لاعب تسلل في هذه الحاله ولا مفيش. نشوف هنا، نشوف هنا تميز، وهنا بيشير باستمرار اللعب، وهنا لاعب هنا رقم 24 مغطي تسلل. انا بقول لك يا كابتن لازم ندي الحكام حقها هنا في قناه النادي الاهلي، لما يكون حكام يعني ادوا بشكل كويس نقف، في اخطاء بنطلع نقول كابتن اسامه هنا تميز نور سعيد، استمر اللعب مفيش تسلل على طاهر، وبالتالي هنا كان ممكن يجي بهدف، ولكن طبعا ما كانش محظوظ في هذه الحاله. الحاله اللي بعد كده وتقريبا معانا اخر حاله، ودي يمكن النهارده الحاله الوحيده اللي هنا القلاوي هنا اشار باستمرار لعب، وانا شايف ان هنا كان في مخالفه. نرجع للحاله ونشوف هل اللاعب هنا استخدم المرفق في ما ضد لاعب الاهلي. نشوف هنا الايد، هنا بقى هنا الايد يا كابتن هنا، والكوع رايح هنا في وجه لاعب النادي الاهلي، وكان يجب احتساب مخالفه واشهار البطاقه الصفراء. ما هي كابتن الاهلي يا كابتن، كره كابتن الاهلي خد بالك، هو ماشي، بس هنا في مخالفه بطاقه. لا يعني هنا ما اعتقدش دي فيها بطاقه. لا هنا في، لا يعني بص يا كابتن، هو وعبد المنعم في ارتقاء اعلى من هو طالع متاخر. بص يا كابتن، كلام جميل جدا يا كابتن. بص يا كابتن، احنا بنتكلم، انا لما بطلع بدراعي بعمل الارتقاء، المفروض يجب ان انا استخدم مرفقي في وجه اللاعب، فلما بطلع انما هو وبيطلع هنا، بص شايف هنا الكوع هنا قبل ما يطلع، مش طالع مع كريم، لا مش طالع مع منعم، لا مش طالع مع منعم، هنا هنا ماشي، بس هنا انا طالع هنا ايه، انا هنا في بطاقه كابتن، احنا بنتكلم في الانذار، استخدام المرفق او الذراع مع اي حاله تحكيميه، سواء اللاعب طالع، ما هو اللاعب طالع ايضا، المنافس طالع معاك، تمام، انا ممكن اطلع من غير ما استخدم الكوع او المرفق، وبالتالي مش هنختلف على هذه الحاله، ولكن انا بقول بشكل عام ان حماده القلاوي ادى مباراه مع طاقم التحكيم سواء حكام الميدان او حكام الفار بشكل عالي جدا جدا. النادي الاهلي ساعد، النادي الاهلي النهارده ادى ارتحال المباراه، والنادي الاهلي النهارده ساعدهم في اداره المباراه، ولكن هم كانت قراراتهم كابتن ايمن قرارات صحيحه بنسبه كبيره جدا جدا. نتمنى ان شاء الله تحكيم في المباراه اللي جايه، مباراه مهمه جدا، يعني يكون عادل ما بين الفريقين، ونشوف مباراه طبعا طاقم تحكيم اجنبي ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، شرفتنا ونورتنا كالعاده.
كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في الجوله رقم 30 في الدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 محققا الانتصار ل 12 على التوالي. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، بالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شيف عبد المنعم شرفتني يا كابتن. كابتن ايمن مبروك وعبايه الماتش الجامد يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن مبروك وعقبال الجمعه ان شاء الله يا رب. كابتن اسامه عربي شكرا مبروك وبالتوفيق ان شاء الله الماتش الجاي يا رب. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن شرفتني. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.